احنا دلوقتي هنشوف ازاي حضراتكم تعملوا ساين اب على زوم، لان لازم حضراتكم تدخلوا على زوم تعملوا ساين ان بالايميل اللي حضراتكم سجلتوا بيه على الليست سيرف اللي هو الايميل الجيميل بتاع حضراتكم. فلازم حضراتكم ان شاء الله لما تيجي تدخلوا في الاونلاين سيشنز لازم حضراتكم تبقوا عاملين ساين ان بالايميل بتاع الجيميل بتاعكم. فلازم الاول لو حضراتكم مش عاملين ساين اب على الزوم بالايميل ده هنعمل ساين اب. لو احنا اوريدي عاملين ساين اب على زوم بايميل الجيميل يبقى ان شاء الله مش هيبقى فيه اي حاجه مطلوبه من حضراتكم غير تعملوا ساين ان ساعه ما حضراتكم تبداوا في الانستيتيوت ان شاء الله. احنا هندخل على كلمه ساين اب، هيختار هيقول لي اختار تاريخ ميلادك، اختار او زي ما حضرتك هتشوفوا دلوقتي انا فتحته كده. وبعد ما عملت تسجيل الدخول بالايميل بتطلع لي دي، بعمل تسجيل الدخول بيها، هجيلي مسج على الجهاز عندي او على الميل عندي لو انا ما عملتش ساين ان وذ جوجل. لو انا كتبت الايميل بتاعي دايركت خلاص هيطلب مني ان انا اعمل ساين ان، ولما ادوس ساين ان هيدخلني على الصفحة اللي انا هعمل منها ساين ان، وبكده يبقى الايميل بتاعي شغال. بعد ما نخلص الساين اب وخلاص احنا اتأكدنا من ان الايميل بتاعنا بتاع الليست سيرف هو اللي احنا عملنا بيه، هنعمل ساين ان دخلنا على الصفحة دي. برضه نقدر نكتب الايميل بتاع الجيميل بتاعنا هنا والباسورد بتاعته، ونقدر اسهل لينا ان احنا نعمل ساين ان وذ جوجل. هيقول لي اختار حسابك، لو في اكتر من حساب معمول هختار الايميل بتاع الليست سيرف اللي انا مسجل بيه واضغط عليه كده. هيبدأ هو يعمل تسجيل دخول لبرنامج الزوم، او مدايس له اوبن او لانش، هيفتح لي برنامج الزوم عندي هنا على الجهاز، وبكده ابقى متأكد ان هو انا عملت ساين ان. وضروري ان انا قبل ما ادخل في الاونلاين سيشن بنص ساعة ابقى متأكد ان الايميل بتاع الزوم بتاعي هو اللي انا داخل بيه، وان انا فاتحه، وان هو ده الايميل اللي مكتوب عندنا. وزي ما قلت لحضراتكم ان انتوا الساين اب هنا بيبقى فري، مش محتاجين ان انتوا تعملوا حاجة او تدفعوا فلوس للساين اب على زوم. طبعا بعد كده حضراتكم هتفتحوا المودل، تدخلوا اليوزر نيم والباسورد بتاعتكم، تعملوا ساين ان، اول ما حضراتكم تعملوا ساين ان في حاجتين عشان حضراتكم تخشوا على الاونلاين سيشن، اول او طريقتين في طريقتين عشان تخشوا على الاونلاين سيشن. اول طريقة ان حضراتكم تختاروا الكورس اللي موجود عندكم اللي هو المفروض هيبدأ، زي اول كورس عندكم في الجدول اسمه Starting the Journey، اضغط عليه. هلاقي زي ما حضراتكم شايفين اللينك ده، هضغط عليه او هاخده هظلله واخده كوبي، هظلله واخده كوبي واروح في ادوس على كلمة بيست، هيفتح لي الزوم. هقول له open zoom meeting، وزي ما انا قلت لحضراتكم هيبقى حضراتكم مطالب منكم في اي وقت ان حضراتكم تشغلوا الكاميرا، فممكن في الاول ان حضراتكم تخشوا بكاميرا وبعد كده هيطلب من حضراتكم تقفلوها او تفضلوا سايبين الكاميرا مفتوحة. انا هدخل من غير الكاميرا. زي ما حضراتكم شايفين ده الويتنج روم، حضراتكم مشكورين هتنتظروا في الويتنج روم الى بداية السيشن، وتقدروا حضراتكم تجربوا المايك والسماعات من تيست
وتقدر حضرتك تجربوا المايك والسماعات من تيست كمبيوتر اوديو. لما حضراتكم نضغط عليها كده هنلاقي المؤشر بتاع المايك بيتحرك، فحضرتك تعرف كده ان المايك شغال. كمان حضرتك تقدر تضغط على كلمة تيست مايك وهو هيعمل ريكوردينج، وبعد كلمة كده تسمع تيست مايك حضرتك وهو هيعمل ريكوردينج الريكورد، يعني حضرتك بتسمع الريكورد في السماعة اللي حضرتك موصلها عشان حضرتك تتأكد ان المايك والسماعات شغالة عند حضراتكم. حضراتكم كمان تقدروا تضغطوا على كلمة فيديو عشان حضراتكم تتأكدوا ان الكاميرا شغالة بشكل كويس. بعد كده بنقفل الصفحة دي وبننتظر لما تيجي تبدأ السيشن. ان شاء الله حضراتكم هتدخلوا في السيشن على طول، هيطلع لحضراتكم الرسالة دي هنقول له join with computer audio عشان نبدأ ان احنا ندخل في السيشن بتاعتنا. كده حضراتكم دخلتوا في السيشن، وزي ما طلبنا من حضراتكم ان حضراتكم مشكورين تبقوا قافلين المايكس. تمام، زي ما بقول لحضراتكم انتوا حضراتكم كده دخلتوا على الميتنج او على الاونلاين سيشن. لو في اي تساؤل او في اي حاجة حضراتكم عايزين تبعتوها، هنستأذن حضراتكم ان حضراتكم مشكورين هتدوسوا على كلمة participant وتكتب حضرتك تدوس حضرتك وتدوس حضرتك على raise hand، احنا هنشوفه ونبدأ نتواصل مع حضرتك على الواتساب او هنتصل بحضرتك تليفونيا لو في امكانية لده. الحاجة التانية تقدر حضرتك تكتب في الشات الحاجة اللي حضرتك عايزها. فيما عدا ذلك احنا هنبقى مستأذنين حضراتكم طبعا ان حضراتكم تبقوا ميوتد للمايك. تمام، وإلا إذا اتطلب من حضراتكم إن حضراتكم تفتحوا المايك أو تشغلوا الكاميرا. لو طلبنا من حضراتكم تشغلوا الكاميرا، حضرتك بتدوس بس على كلمة ستارت فيديو بيبدأ يفتح الكاميرا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، أو بنطلب من حضراتكم تدوسوا على ستوب فيديو أو توقفوا الكاميرا بتاعت حضراتكم. الحاجة التانية إن حضراتكم هتخشوا في البريك أوت روم، واحنا زي ما طلبنا من حضراتكم ان انتوا هتعملوا ساين اب بالايميل بتاع الليست سيرف اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، وبالتالي حضرتك هتبقى assigned ل بريك اوت رومز طبقا للاكتيفيتي اللي موجوده في السيلابس اللي موجوده على المودل. هتيجي لحضراتكم الرسالة دي، ودي معناها ان حضرتك لازم تروح البريك اوت روم. حضرتك هتروح البريك اوت روم، ودي بيبقى ليها وقت حضرتك بتقعد فيه، وبعد كده بتنتقل حضرتك للمين روم، وهنا بيبقى عند حضرتك ان حضرتك تفضل موجود في البريك اوت روم لغاية ما حضرتك تخلص الاكتيفيتي او لغاية ما الفاكولتي هيطلب من حضرتك كده. عند حضرتك برضو الاوبشن ان حضرتك تقدر تعمل شير سكرين زي ما انا دايس على كلمة شير سكرين. ممكن افتح وايت بورد ان انا اكتب حاجة هتبان، او هختار الفايل بتاعي وبعد ما اخلص بدوس ستوب شير عشان البارتيسيبنت اللي عليه الدور يعمل شير سكرين. بدوس ستوب شير وبرجع تاني، وبعد ما بتنتهي الوقت الاكتيفيتي حضراتكم اوتوماتيك بترجعوا تاني، او بيطلب من حضراتكم ان حضراتكم ترجعوا للمين روم وبندوس على ليف روم. حاجة مهمة برضو حابب الفت نظر حضراتكم ليها، ان لو في اي مشكلة ممكن حضرتك برضو تستخدم كلمة ask for help. ask for help دي حضرتك بتدعو الهوست ان هو عند حضرتك مشكلة، ف بتجيله الرسالة وهو بيدخل او برضو بيتواصل مع حضرتك على حسب المتاح في هذا الوقت. ممكن الهوست يدخل يشوف المشكلة بتاعت حضرتك ايه، او يتواصل مع حضرتك بعد ما حضرتك تضغط على كلمة invite host، وهو بيبان عنده اسم الشخص اللي طالب الهلب. زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بعد ما حضرتك دوستوا
انا دخلت تاني اهو على الصفحة او في اليوم اللي حضراتكم طلبتوا فيها ان هو يدخل. وشكرا جزيلا لحضراتكم.